نبتدي حلقتنا سريعا ونشوف ايه اهم العناوين اللي هتكون معانا النهارده في الحلقه. الخطيب يطمئن على بعثه الاهلي في الجزائر. الاهلي يختتم استعداداته لمواجهه فاقصته في الجزائر. الاهلي يتدرب في الساعه 6 مساء اليوم على ملعب 8 مايو. كارتيرون جاهزون للعب على النجيل الصناعي ولن نلجأ للدفاع. حسام عاشور قادرون على تخطي وفاق سطيف والتأهل لنهائي أفريقيا. صلاح محسن يتماثل للشفاء وجاهز لتدعيم الأهلي أمام وفاق سطيف. رئيس بريزنتيشن ندرس توفير طائرة خاصة للأهلي والراعي الرسمي سيتغير. ودلوقتي بقى تعالوا نشوف معاكم أهم العناوين اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد.